شكرا عبد الرحمن. الحديث لسمو الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. سمو الأمير، هي الخسارة السادسة اليوم لكم في دوري زيل للمحترفين، على الأقل حضور 5600 كانوا يطمعون بالتعادل أو بالمستوى. اليوم لم يظهر الأهلي بمستوى في مباراة النصر على الأقل. إيه، هو المستوى مباراة النصر، بس أنا ما أشوف أن المستوى كان سيء. يعني إذا كانوا المحللين عندكم يشوفون أنه سيء، أنا ما أشوف أنه سيء أبدا. هذه طريقة نادي الشباب، ومعروف نادي الشباب بطريقة لعبه اللي على الأطراف، فكان لازم أن نقفل ملعبنا ونلعب على المرتدة. لكن تلعب على المرتدة في يعني في كورتين أو ثلاثة تحملونها بعض اللاعبين، لو هم لاعبين البعض الكورة كان ممكن أنها تكون انفرادات. طبعا الحكم ما قصر برضو، انفرادة حسن راهب الشوط الأول اللي للأسف حتى الفاول ما حسب فاول، يعني مع أنه أنا متأكد 100% لو شاف أي مقيم تحكيمي ممكن يكون فيها فاول وكرت. تعبنا احنا نحكي عن مسألة التحكيم والتحكيم والتحكيم. انا ما اقول الا يعني الله يعيننا، يعني من جد الله يعين، انه ما نقدر يعني انه يعني ايش اقول لك عبد الله. انا ابغى اقول لك سمو الامير، في المباراة الماضية كان تحكيم اجنبي، قلت ساجدد الثقة بحكم سعودي، اليوم هو الافضل. هو انا نفس الكلام اللي اقوله، ما هي فارقة، ما عاد هي فارقة بالنسبة لنا، اجنبي سعودي سمى اللي تسميه، ما هي فارقة. في شيء خلق قاعد يصير خطأ، هل احنا يعني في احد تقصد النادي الاهلي؟ يا اخي عطني حقي، انا اعطيت الشباب بلنتيان يعني طردت مننا لاعب، ما نختلف معك، ما نختلف، قراراته صحيحه. لا علي من في ناس تقول هي، انا بوجهه نظري بلنتي الاول ما هو صحيح، لكن انه حسبها يعني حقه عماد الحوسني، انا بس بتركها يعني اذا في الاعاده باينه، يعني اذا كان كلنا ما نفقه كوره الا فهد المرداسي هذا موضوع اخر. في قرارات عكسيه تتخذ، فاولات لنا يعني في اوت في المباراه، هو حاسبه اوت ها، وبدون ما توجيه من لاين او احد، رجع اعترضوا الاخوان في نادي الشباب، في البدلاء في نادي الشباب، ورجع حسبه فاول للشباب. يعني انا ابغى بس اقول كلمه واحده، متى الاستفزاز؟ يعني انا ما اقدر، انه الفريق قاعد يتحسن ويتطور من مباراة إلى أخرى مع المدرب الجديد، احنا مقتنعين بعمله، نعم هنا في أخطاء عندنا احنا قاعدين نعالجها إن شاء الله، الفترة التسجيل الثانية حيكون هناك تعديل كبير، بس أرجع وأقول لك أنه نبغى أحد ينصفنا. أنت سمو الأمير من خلال الحديث كأنك تقول أنه فقط اليوم القرار التحكيمي هو من أيضا خسرك هذه المباراة. لا عبد الله، أنا ما أقول لك بس القرار التحكيمي، اوكي احنا ما كنا اليوم في مستوانا بمباراة النصر او المباراة القادسية او اللي قبلها، بس برضه كان احدى العوامل اللي خلت النتيجة تنتهي كذا الاستاذ فهد المرداسي، ما في شك انه واحد من العوامل. انا ما اقول لك هو السبب الرئيسي، لا، في اخطاء عندنا في الفريق احنا قادرين احنا نعالج اخطائنا، بس انه الطرف الثاني يعالج اخطاءه. توظيف سمو الامير في ارضيه الملعب، لك الحريه الاداريه بغض النظر، اعلم انها قناعه فنيه، ولكن مالك معاذ اليوم في الدقيقه الثانيه يحصل على كرت اصفر، يبدو ان هناك ضغط على اللاعب، ايضا على مستوى الاداء كمالك معاذ اللي نعرفه ما كان اداء كبير، في حديثه الاعلامي يريد ان يكون لاعب 18 وليس لاعب وسط على الطرف الايمن، مساله التوظيف سمو الامير الم تناقشوها مع المدرب؟ حكينا مع المدرب وبلغناه يعني وجهه نظرنا، احنا قلنا له وجهه نظرنا وقلنا له ايش اللي احنا نشوفه. في الاخير احنا نحترم عمله، نحترم قراراته، واللي بيشوف افضل اللي بيشوفه افضل للفريق ان شاء الله هو اللي بيسويه يعني. لكن انا لا يمكن اتي بمدرب وتدخل في عمل، تدخلنا في عمله قالوا هذا عمل مو احترافي، وان تركناه قالوا ليش يتركونه. في الاخير هو مدرب وله اسمه، مدرب كبير وكلنا واثقين فيه، احنا ما جبناه الا احنا واثقين فيه. بالعكس مالك اذا كان اليوم مستواه، مالك اسعد جماهير الاهلي كثير، وقادر مالك ان شاء الله انه يكون في مستواه في المباريات القادمه. هل عمله في الطريق الصحيح؟ اتكلم عن المدرب. انا نعم وجهه نظري نعم، في الظروف الحاليه نعم. سمو الامير اليوم في شد، في مباراه النصر عبد الرحيم الجزاوي خسرته بالكرت الاحمر، انت خسرت يسير الجاسم بالكرت الاحمر، كلا اللاعبين يعرف بالمثال بالاخلاق، يبدو انه هناك شد، الشد ينطبق دائما او نقول انه يتحمل الجزء الاداري. شيء طبيعي، انت مركزك في الدوري ما يليق بنادي مثل الاهلي ولا يليق فيهم هم كلاعبين، فمهما حاولت انت انه ينتهي دورك الى ان تبدا المباراه كدور اداري، بعد لما تبدا المباراه انت ما عاد تقدر تتحكم باللاعب يعني.
كلنا نعرف الكابتن تيسير من حرصه على الفريق او هذا خذ الكرت الاحمر، لكن مو معناته ان احنا ما لنا، بالعكس يا اخي كلنا عايشين تحت ضغط، انا ما اخفيك في وضعنا الحالي كلنا تحت ضغط، لكن انه باذن الله قادرين انه يرجع الفريق الى مستواه، وقادرين باذن الله ان نحقق نتائج المباريات القادمه بحال الله. ممكن نسال عماد اسمه الامير هي بلنتي ولا لا؟ عماد تعرف دقيقه بس احنا نبغى نتكلم عن بس عن البلنتي بيسالك عن عماد اللقطه الاخيره اللي مع وليد عبد الله، تعتقد برايك انها ضربه جزاء اللي خلت فيها كرت هلوين اخر كوره مع وليد عبد الله اللي احتكيت معاه؟ ايه؟ يوم احتكيت ما ادري والله ما ادري. انت اللاعب القريب الكره الحارس كان مندفع عليه يعني الاصابه منها؟ لا هذه من قبل يعني. تفضل الله يسلمك. هو رايح للمؤتمر. سمو الامير الجزم بانها ركله جزاء من اللاعب نفسه لا يجزم. ما عليه انا هذه وجهه نظري انا اطلع ممكن اطلع غلطان، انا اقول لك الحكم بالنسبه لنا كاهلاويين اليوم ما كنا راضين عنه، وهذا من حقنا يعني ما اظن انه طيب كيف ستخرج الفريق من الحالة؟ يعني أنت برضو سمو الأمير اللقطة كانت واضحة معي، أنا كنت أشوفك من فوق يعني لما جاء احتساب البلنتي الثاني أشرت الجمهور أنه خلاص أنا أبغى أمشي أطلع. هذه بعد الباء حقة عماد. بعد حقة عماد حقة عماد إيه بعد حقة عماد ما عاد فيه ظلم أكثر من كذا يعني. وش بتسوي يا عبد الله يعني؟ عطني حقي بس يعني ليش نجي؟ ليش نتعب؟ ليش نترك أهلنا؟ ليش نشتغل في أندية؟ ليش نبي نطور الرياضة عندنا وفي الأخير نصدم بأشياء زي كذا؟ أتحدث خارج مباراة اليوم، اجتمعت قبل يومين فيما ذكر مع الأمير خالد بن عبد الله، مع المدرب، مع الجهاز الإداري، تحدثتم كثيرا عن فريق كرة القدم، هل توصلتم إلى نقاط معينة بغض النظر عن هذه المباراة؟ إيه أكيد إنه مثل إيش سمو الأمير؟ في أشياء كثيرة يعني من أهم الأشياء عندنا الخلل في المنطقة الخلفية يعني، وهذا لا يمكن أن يتعالج إلا في فترة التسجيل الثانية. يعني هذه من أهم النقاط يعني. اليوم شاهدت مسعد سمو الأمير في خط الدفاع. ألستم كقرار إداري تعاقبون النادي الأهلي بإخراج وليد عبد الله؟ وليد عبد ربه يعني مع احترامي الكامل ما كان وليد هو يعني النتائج ما كانت عظيمة في وجود وليد يعني كانت هي نفس النتائج. لكن لا يمكن أن أجامل اللاعب عشان احتياجي المؤقت على حساب فريق. هل عزلتم جهاز كرة القدم؟ عزلتم كرة القدم بشكل بعيد عن إدارة النادي في هذا القرار، أو خلنا أقول يعني صورة كربونية لما يطبق في الخصخصة تعتزمون في النادي الأهلي أن تطبقوها، أن ينعزل فريق كرة القدم بشكل كبير سواء في إدارته أو حتى في إعلاناته أو في أموره الاستثمارية؟ إيه بحال الله إن شاء الله هذه الخطوة القادمة هيئة كرة القدم برئاسة رئيس النادي وعضوية مدراء الفرق، زائد انه في مستشار فني جهه فنيه، المستشار الفني معه طاقم كمان هو اللي اختاره، بحيث انهم هم يقرروا انه احتياجات النادي، ترابط بين الفئات السنيه والفريق الاول، تنظيم العمل داخل فريق كره القدم انه يكون فريق عمل موحد يعني لجميع الفئات. خيرا، ما عقوبه اللي يحصل على كرت احمر في النادي الاهلي؟ موجوده في اللائحه الداخليه. كم؟ ما يرقد ما نقول لك كم يعتمد. شكرا. طيب. شكرا.